أول مرة في التاريخ، أول مرة في البطولة السنغال تحصل على أول بطولة ليها أمام المنتخب المصري اللي فعلا بصراحة فعلا فعلا فعلا. أنا النهاردة يا جماعة أنا ماليش نفس أطلع أعمل الحلقة بصراحة، علشان إحنا كنا نفسنا النهاردة نفرح، كنا نفسنا النهاردة نكون مزقطتين. وقبل ما نكمل الفيديو هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أهلا بكم، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 وعلى طول بتوحشوني. وطبعا صوتي رايح من بعض الفرص اللي ضاعت من منتخبنا الوطني. عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 100 لايك 200 لايك 300 لايك زي ما انتم عايزين توصلوه توصلوه. بس قبل ما نخش على الفيديو هنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ الكورة بيقول اللي السنغال تفوز بلقب ابطال افريقيا، ولاول مرة تحصل فيها المنتخب السنغالي بعد عرض رائع النهاردة فعلا قدمه، وهو يستحق كل الفوز، يستحق كل التقدير، ويستحق كل الاحترام بعد الفوز اليوم. بعد ما ال 120 ولا ال 100 مليون يروحوا زعلانين من على الكافيهات، ولا اذا كانوا في البيوت، ولا اذا كانوا في الشغل بتاعهم، ولا اذا كان في كل حته من ناحيه العمل بتاعهم، وهو الناس كلها اللي زعلانه فعلا على منتخبنا الوطني. وما ننساش ان المنتخب السنغالي مريح يوم قبلينا او بعدينا، وفي نفس الوقت احنا لاعبين 3 لقاءات كلهم 120 دقيقة، يعني اللعيبة النهاردة مش قادرة تقف على رجليها، مش قادرة تعمل باص، إمام عاشور مش عارف يعمل باص، مروان حمدي مش عارف يستلم، مروان حمدي فرص بتضيع. لكن احنا هنقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، ملناش نصيب، ملناش، احنا مش بتاعتنا البطولة التامنة. كفاية اللي احنا عاملين رعب للقارة الأفريقية، عاملين رعب وهنعمل رعب إن شاء الله بإذن الله في تصفيات كأس العالم. وما ننساش اللي احنا عندنا لقاءين، عندنا اللقاء الأولاني هيكون يوم 23 أيضا مع السنغال، وهيكون ديربي تصفيات كأس عالم، يعني فعلا 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 هتكون حاجة محترمة جدا، وإن شاء الله تليق بجماهير الكرة المصرية، وبإذن الله نتفوق عليهم ونفوز عليهم. النهاردة بقى حد قال لي يا كابتن دودي من وجهة نظرك الشخصية في حلقتك اليوم هتتكلم على مين؟ قلت لهم أنا هتكلم على حد مظلوم، هتكلم على حد ليه الأولوية اللي هو يلعب، هتكلم على حد كان هداف الدوري النادي الأهلي السنة اللي فاتت ب 24 جول، وهو ذنب محمد شريف. خسارة المنتخب النهاردة ذنب محمد شريف، وانا بوقع رسميا وبقول لك على مسؤوليتي الخاصة ذنب محمد شريف. انا بقول 3 مرات اهو النهاردة، اولا نجم اللقاء ونجم مصر ونجم القارة الافريقية الفترة القادمة باذن الله، وهو نجم المباراة وراجل المباراة محمد ابو جبل. محمد ابو جبل يا جماعة فعلا 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 عمل مباراة عمره، وفعلا الراجل بعد المباراة طالع بيعيط، عنده دم، في لعيبة تانية ما عندهاش روح ولا عندها دم، لعيبة ما تستحقش تلبس تيشيرت منتخب مصر، محدش يلبس تيشيرت المنتخب الوطني علشان هما ما فيش دم. ما فيش روح. أحمد فتوح راجل، مش عشان محمد عبد المنعم ضيع بقى وحش، لا، محمد عبد المنعم عامل بطولة هايلة، زيزو متألق، الونش هايل، أحمد فتوح نجم من نجوم مصر،
في كتير، مصطفى محمد بعيد، مرموش، انت عايز من الكرة مرموش، انت عايز من الكرة كلمنا، انت عايز ايه؟ كروش جايبك تعمل معانا ايه؟ جايبك تجيب لنا الضغط وتجيب لنا المرارة وتجيب لنا العيا للناس؟ عايز مننا ايه؟ انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، علشان انا النهارده حلقتي اليوم علشان محدش يزعل مني، انا طالع النهارده وانا متضايق جدا جدا جدا. وهنقول ذنب محمد شريف لقاء اليوم، وهنقول قدر الله ما شاء فعل، وراجل المباراه وهو محمد ابو جبل، يعني ذنب محمد شريف اللي الراجل ما لعبش وخسرنا، وبطل المباراه وهو محمد ابو جبل. اكتر من كده انا مش هقول، اكتر من كده انا مش هتكلم. وعايز قبل ما اقفل معاكم، يا ريت كل الناس تكون مستحملاني النهارده، وان شاء الله باذن الله انا بنجح بيكم وبدعواتكم. قبل ما اقفل معاكم، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 30,000 لايك، وبدعواتكم انا بنجح، وبدعواتكم انا بتالق، ودعواتكم بيبقى وشكم حلو عليا دايما باستمرار، وباذن الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق وكل الفوز للنادي الاهلي يوم الثلاث، عنده مباراه مع بالمراميس بالمراس بالمراس ان شاء الله الساعه 6:30 في تصفيات في نصف النهائي لبطوله العالم للانديه. كل التوفيق وكل الامنيات للنادي الاهلي، وكل جمهور مصر كله هيكون ورا النادي الاهلي باذن الله. بشكركم، سلام عليكم.